اللي دي عبارة عن قلنا الطول بتاع الخلط، المسافة اللي بيحصل فيها انتقال للحبيبة من شريحة لشريحة وبيحصل ميكسنج فيها. الطول ده بيساوي كيف واي، نسبة من العمق الرأسي بتاع المية. النسبة دي بتساوي 4 من 10 لو كلين ووتر، وبتساوي 2 من 10 لو سيديمنت لادن ووتر. تمام، طبعا هي دي نسب، بتيجي نسب مختبريه ما لهاش اثبات ولا ليها اي كونسبت ولا ليها اي حاجه. تمام، دي كلها نسب مختبريه وكده، فهو دي الثابت بتاع برانتل. وناخد بالنا ان في فرق ما بين الكي دي والكي بتاعت الرفنس ايه هايت. طيب طيب نبدا بقى ايه، احنا كده جهزنا الاثبات او استنتاج معادله توزيع السرعات في التربلنت فلو. خلاص احنا عرفنا ان الشير ستريس اللي في حاله التربلنت فلو بيتعبر عنه بالمعادله بتاعت برانتل دي. تمام، يبقى معادله برانتل دي اللي هي بتقول لي الرو في ال تربيع في الديو دو واي الفيلوستي جريدينت تربيع، دي برانتل ايكويشن للتربلنت فلو. طيب برانتل افترض ان الشير ستريس نير الباوندري بيساوي التاو نوت اللي هو الافريج شير ستريس، وهو ده مش افتراض، هو ده هو ده شيء تبسيطي، بمعنى دي حاجه نفهمها في الشابتر بتاع